حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أهل الدار. اليوم ضيفنا مميز كالعادة، تقلد العديد من المناصب الثقافية والرياضية والاجتماعية. ضيفنا بنتعرف على سيرته الذاتية وحياته المهنية وأيضا حياته الاجتماعية. خلكم وياي علشان تتعرفون على شخصية برنامج أهل الدار. تعال. حياكم الله مشاهدينا في القسم الأول من برنامج أهل الدار. اليوم بنتعرف على السيرة الذاتية للأستاذ عبد الله الحمادي. حياك الله أستاذ عبد الله. الله يحييك. مشكور على طبعا ضيافتك هني لنا في بحر البطين، في هاليخت الجميل، في هالأجواء الحلوة، في العاصمة الحبيبة. أكيد أكيد. أول شيء أشكركم يعني كقناة الفجيرة، وانا يمكن مره يعني لكم فضل بعد الله سبحانه وتعالى، ما اي لقاء لازم اذكر القناه هذه اللي هي القناه كانت تتابعتني اول واول. الله يحفظك. اول شيء انا عبد الله الحمادي، عضو مجلس اداره نادي الظفره، ابحث التراث، احب البحر، حبي في الكوره صراحه يعني الكوره هو الهوى اللي اعيش فيه، حبي لنادي الظفره، نادي الظفره اللي ليه كفايه انك سيدي صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد اللي متابع نادي الظفره. الله يحفظك. الله يحفظك يا سيدي صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد اللي متابع كل شيء، وفرنا في المنطقه الغربيه صارت مدينه، صارت السلع هي من اهل السلع صارت مدينه. نحمدك ونشكرك ان الله وفقني في هالشيخ هذا. الله يطول عمرك يا ابو زايد ويحفظك لنا يا رب. درست للثانويه عامه، حاولت اني اكمل الجامعه، تزوجت، عندي حرمتين، عندي عيال الحمد لله رب العالمين، درستهم وحاليا يدرسون الجامعة. هذا هو عبد الله الحمادي. حبي لهذه البلد وحبي للناس الموجودين. أكيد. وبعدين نحمدك ونشكرك إن القانون اللي عندنا يفرق بين مواطن وبين وافد عشان صرنا كنا سوا. الحمد لله رب العالمين. وهاي بلدكم، ولي الشرف إني أصور في مكان اللي فيه عاصمة الإمارات. الحمد لله رب العالمين. خلينا نبتدي معاك من أيام الطفولة، من جيل الطيبين. أنت مواليد سنة كم؟ وين كان بيتكم؟ وكيف كانت طفولتك؟ وكيف هم أصدقاء الطفولة؟ أنا مواليد 1970، 1/1/1970، مواليد دلمة، كنا عايشين في جزيرة دلمة. حياة أبوي كان يحب يطلع من دلمة، والشيوخ الله يطول عمارهم أعطوه بيت في السلع، ودرس في مدرسة السلع. وكان طفولتي حب الكورة، وهاوي كنت الكورة درجة ما تتصور. عايش الحمد لله في أسرة مثقفة متعلمة، وحياة أبوي كان حبه للبحر، عشان كذي جبتكم البحر هذا. طبعا نحن مستانسين في هالأجواء الحلوة هني في بحر أبوظبي والعاصمة الجميلة. طبعا خلينا نتكلم عن حياتك مع البحر وطفولتك فيها. خبرنا عن أيامك الخوالي، كيف كنت ياهل مع الربع والشلة تطلعون البحر؟ كيف كانت حياتكم؟ كيف كانت طلعاتكم؟ وذكرت اللي في الطفولة أن الله يسر لي، يعني كنا مع الشباب الله يطول أعمارهم حاليا وصلوا مناصب في الدولة، ألتقي معاه في المناسبات. الطفولة حلوة، طفولة أيام نروحنا أيام الطيبين الحمد لله رب العالمين، أن نروحنا عاصرنا الإمارات من بدايتها اللي وصلنا الحمد لله رب العالمين يعني تحت قيادة أهل الشيوخ. وين كانت المنطقة الغربية الظفرة يمين الشيخ عبد الله بن زايد الله يطول عمره، يعني وفرنا جميع سبل الراحة الحمد لله. لو قالوا لك ارجع للزمن أو جيل الطيبين يوم واحد ترجع فيه، أي يوم بتختار من حياتك؟ أني أختار واتمنى والله يرحمه راح، اتمنى اروح ابوس ايده وراسه سيدي صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله عليه. الله يرحمه، الله يرحمه. ان هذا الشخص على فضل علينا بالذات، يعني وفرنا اعطانا الراحه ووفر جميع سبل الراحه، اعطانا المزارع واعطانا البيوت واعطانا وشغل اولادنا. هاي كنت اتمنى يعني. الحمد
خليني أروح معك على المدرسة اللي درست فيها. كيف كانت أجواء المدرسة وكيف كنت تروح لها؟ شو أحلى الذكريات اللي كنت تمر فيها؟ كنا طال عمرك ندرس في مدرسة السلع. وتعادك الأيام الناس على نياته. عندنا بعض المدرسين يعني كان يعلمون التعليم صح. كانت تطلع من المدرسة يكون عندك واجب تحل واجبك. يوم الامتحان نجتمع روحنا مع الشباب الموجودين في حد البيوت بيتي ولا بيت دمهم. نقعد نحل نذاكر. كان في ترابط. كانوا الأولاد يخافون من المدرس. المدرس له قيمة. طفولتنا كانت روحنا يوم نشوف المدرس في الشارع نخاف منه. ألا شفنا جارنا أو حد من المنطقة متأخرين من الليل كان يحاسبنا. ما يجي أبوك يوم الأيام يقول الوضع يعني مد إيده ولا أعطاك كلام حار ولا كلمك. أبوي رحمة الله عليه يعيده يقول زين سوى فيك. مترابطين. الطفولة طال عمرك أنا كنت حبي كان في شوي في فوضوي. كنت مشاغب. مشاغب في المدرسة. حتى كان المدرسين وينك يا عبد الله؟ أنا ما أسوي شيء. أقول يا أستاذ أنا كنت في مع المدير. لا شفت شيء طايح أحب أنظف. كنت مهتم حتى في أولاد في المدارس مع الطلاب كنا مهتمين حتى النظافة كنا نروح على البحر. البحر ننظف الشاطئ. وأتمنى يعني حتى أحلي الأولاد بدو جزاهم الله خير إن هاي بلدتهم لأن نظفوا الشاطئ. الشاطئ كان نظيف. كان ناس إيدهم على إيد واحدة. الطفولة كانت حلوة. مهما تكلمت عن الطفولة ما أقدر أديه شعور لا يوصف. لا يوصف. ولكن أنت إذا بسألك اليوم تقييمك لإنجازاتك اللي طبعا طلعت فيها إلى اليوم، هل أنت راضي على المستوى ولا هل أنت يعني بتكمل عندك رسالة تبغي توصلها؟ والله ما راضي وأتمنى أني أنا أوصل. طبعا الإنسان وده يدرس ويكمل ويتعلم والدنيا مدارس. لو أقول لك وقفت لحد وأقول لك لا والله ودي أوصل ودي أني أسوي شيء للبلد. ودي أني يوم الأيام أنا ولا أسرتي ولا عائلتي ولا أي شخص اللي أحبهم يقولون عبد الله الحمادي وقف جزاك الله خير وصلت للمرحلة هاي. هاي كتاريتي. ولكن ما زرت أتمنى أني أكمل البحث عن التراث الإماراتي وأتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقني. بس طبعا أستاذ عبد الله نحن مستانسين وياك في أول لقاء لنا في برنامج أهل الدار. بنروح الحين إلى فاصل قصير وراجعين لكم مشاهدينا تريونا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل والحين مكملين رحلتنا مع الأستاذ عبد الله الحمادي. حياك الله من جديد أستاذ عبد الله. الله يحيي أستاذي مرحبا. نحن نبغي نتعرف على حياتك المهنية والعائلية. خبرني في بداية حياتك أول مكان اشتغلت فيه أول مكان رحت له. طبعا أنا في طفولتي حبي كان في قوات المسلحة. نعم. وأفتخر أني أكون يوم من الأيام جنود في قوات المسلحة جندي في قوات المسلحة. والحمد لله رب العالمين رحت واشتغلت في قوات المسلحة. وبعدين فترة شيء مكملت كم فترة وتحولت حق التقاعد. وبعدين بديت في هلال الأحمر. نعم. بدايتي كان بعد ما خلصت في قوات المسلحة كان حبي قلت لك من طفولتي حبي في التطوع. بديت في هلال الأحمر جزاهم الله خير قبلوني أكون متطوع وهذا كان الشرف لي أن أكون في خدمة المجتمع. بعدين صرت مدير النادي
نادي الظفرة، وبديت هني في عملي كمدير في هلال الأحمر في نادي الظفرة. نعم، دخلت المجال الرياضي. دخلت مجال الرياضي. خلينا نتكلم على أول منصب أو أول عمل لك تقلدته في الحياة الرياضية أو النشاطات الرياضية. أول شيء كنت مشرف نادي السلع. نعم. وثاني شيء كنت طال عمرك تفاجأت أني أنا كنت سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن زايد الله يطول بعمره. الله يحفظه. عيني عضو مجلس إدارة نادي الظفرة. نعم. ومسكت كرة الصالات. يبني طال عمرك كاس رئيس الدولة ويبني الدوري وبعدين حطوني أمثل القارات في البرازيل. نعم. كنت أنت كنت ممثل الوفد الإمارات. وفد الإمارات في البرازيل. نعم. وطلع لنا الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى الثالث على مستوى العالم. نعم. رجعنا من هذا وكان يوم كان فخر للإمارات، ولكن كان حزن على نفسي إنه كان بيسووا لي لقاء وبيسوون احتفال يوم كان الشهداء اللي جابوهم من اليمن. نعم. طبعا رفضت إني أنا أسوي أي احتفال، حبي في هالناس اللي جو كنت نفتخر فيهم، حتى كانوا اللعيبة معاي في البرازيل حزنانين، قلت لا تحزنون. هذا قاعدين يخدمون البلد وقاعدين يعني لو ما راحوا في هالمكان هذا كان تحصل لهم ان الاخوان او نقول لهم هذه الاخوان الموجودين من السعوديه والامارات والدول اللي شاركت ضد الحوثيين. نعم. كانوا تحصل موجودين عندنا. صحيح. كان حكمه من سيدي صاحب السمو الرئيس دون الله يحفظه انه يروحون هذيل يخدمون هذه البلد ويحافظون عن بلدهم وبلد الاسلام. نعم. انت ما شاء الله عليك استاذ عبد الله لك العديد من الانشطه الرياضيه وايضا اهتمامك طبعا بالمجال التراثي، يعني ابوك كان مؤرخ وباحث في التراث الاماراتي رحمه الله عليه، وانت تقلدت يعني هذا الثوب من ابوك، علمك انك كيف تهتم في هذا التراث ومن جمال هذا التراث تراث دوله الامارات العربيه المتحده. خبرني عن ابرز هالملامح اللي مريت فيها من بدايه اهتماماتك في هذا التراث. كان حياة الوالد رحمة الله عليه أنا ما أقول كان مؤرخ، كان هو كان يحب نفسي إنه كان يحب يبحث عن التراث الإماراتي والخليجي. نعم. أنت عارف هالبحر بالذات هالبحر يعني البحر هي الإنسان اللي دخل البحر عند الصبر أكيد. والتحمل، كان يحملنا كيف التحمل والصبر والشغلات، كان يتكلم دوم عن الغوص. نعم. وكان يتكلم كيف الناس أول شيء ترحل من مكان لمكان العشتي بالذات، يعني تعرف أنه كان الإمارات عايشين على الله سبحانه وتعالى وهم البحر أكيد. والبر عايشين في البر. نعم. ويوم الله يرحمه زايد جمعنا كنا. صحيح. جمع هالبحر وجمع البر وجمع الناس اللي يبال، وطبعا في ناس إخواننا المشاهدين أو الناس اللي عندهم خبرة البحر. نعم. هم عارفين كيف البحر معنا، ولكن كان طلعت رجال أكيد، وكان يهتمون على الله سبحانه وتعالى للؤلؤ، وكانوا يروحون بشهور أكيد، كانت هي الأم اللي هي كانت تربي، وكان حتى الجار هو اللي يربي. صحيح. وكان هالمنطقة كلهم على إيد واحدة، وهذا كان يتعلمنا إياه، وكان قدوم يقول لنا الوالد جارك يوصلنا كان بالجار. صحيح. علشان كذي يا طويل العمر أنا حبيت الشغلة إني لازم أبحث شو هالبحر. مهنة مش سهلة. مش سهلة. يقول المثل وش لك في البحر وهواله ورزاق الله على السيف. ورزاق الله على السيف. المثل هذا اللي أي شيء قالوا الأولين له حكمة. نعم. يعني ما يبوا شيء من راسهم، يعني هل بالذات إن تشوف تحصل هالكرم والطيبة والأخلاق جميع القبائل وجميع الجنسيات موجودة، ولكن البحر عندهم متميزين. صحيح. متميزين أن تحصل ليش؟ أن متعود على الصبر، متعود على التحمل. أن ليش؟ أن كانت الأسرة أو العائلة أو الحرمة أو أم هي الأم كانت متحكمة في البيت. أكيد. متحكمة حتى في الزواج أولادته، متحكمة في الموجودين في البيت، هي كانت تحكم في البيت. صحيح. بعد الرجل. كان الرجل يطلع البحر ولا يطلع القوس مأمن أن عند الجار بيوقف معه. نعم. ان كانت اول ماش السيايي ولا موجود مستشفيات، كانت يعني لا قدر الله صار مشكله في البيت ولا صارت اي مصيبه لا قدر الله تحصل لك الجار والاخ، وكنا على ايد وحده. صحيح. وما زلنا كنا على ايد وحده. هذا هو هذه الله يحفظها
محمد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد زايد قال بيه متوحد. أكيد هذا هاي كلمة هي دليل كافي. دليل على تلاحم المجتمع الإماراتي بكل أطيافه بكل مجالاته بكل تخصصاته. يعني الحمد لله رب العالمين على النعمة اللي نحن موجودين فيها. أستاذ عبد الله خلينا ننتقل معاك لأعمالك التطوعية. أنت عصرت أعمالك التطوعية جانب كبير في الهلال الأحمر وخدمة المجتمع الإنساني سواء داخل الإمارات وخارج الإمارات. يا ريت تخبرنا بعض المناطق اللي رحتها، بعض المواقف الصعبة اللي مرت فيها، بعض الأيام اللي ما زالت في مخيلتك وتتذكرها دوم. والله لك أنا يوم تروح وتودي، طبعا روحنا عندنا نظام يعني حاطينه في الهلال الأحمر ونظام اللي حاطينه بالذات في الظفرة. نعم. لو عمرنا ما طلب من الشخص اللي موديه له اللي الله سبحانه وتعالى يعني يسر له من جهة اللي يوفر له مثلا من ناحية ماديا أو ناحية معنويا أو يوفر له الزاد في البيت، نروح للبيت. صرت عند واحد كان من كبار السن من الإماراتيين، جالس دايم على فراش وريال عدى 98 سنة. دقيت الباب، طلعت لي الشقالة، قلت لفلان موجود؟ قال أنا منو؟ قلت رح لي من الهلال الأحمر يبي له مال الضغط والسكري والأجهزة موجودة والله رايد لنا من هذا وده. سألنا أنتوا بي مو وين؟ قلنا والله روحنا جايين من الهلال الأحمر. قال حتى ما ناسين أنتوا روح جايين المجلس. طلعت الكبير السنة شو عيونه دمعت، قلت له الوالد الله يحفظنا يحفظ شيوخنا، دوم يفكرون فيكم أنتوا كبار السن، انتوا اللي سمعتوا اخر شيء انتوا كبار الموظفين. قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، واحنا مهما قدمنا لكم انتوا ككبار السن يمكن 1%، انتوا لكم فضل بعد الله اسستوا هذه أكيد البلد. اكيد زين وقفتوا في هذه البلد والحمد لله عيالكم. يعني حسيت الريال ابتسم لي عقب هذا، هاي تسوى الدنيا ما صحيح. او مثلا تروح لي حرمه كبير بالسنه وريلها متوفي والشغلات وتوفر لي الله رايد لنا من الهلال الاحمر. نعم. بالذات الهلال الاحمر في منطقه الظفره او على مستوى الدوله مهتمين في جميع الجنسيات وجميع المواطنين المحتاجين، والحمد لله رب العالمين. يعني نسبه قليله اليوم يعني تروح لهم ما تحصلهم، لا كل واحد اللي عارف ان الهلال الاحمر جاي له موفر لك جميع سبل الراحه. نعم. تروح للبيت تعطي لي الله رايد لنا، هذه خدمه انا افتخر فيها. وتروح لأي شخص ويبتسم لك أو كبير في السن محتاج لجهاز ضغط أو محتاج لجهاز سكري أو محتاج له وأنت توفر لك الهلال الأحمر، يوم هذا في سجوده ويقول الله يرحمك يا زايد ويحفظ لي الإمارات، هاي تسوى الدنيا ما فيها. أنت تخصصت في المجال الرياضي في طبعا كرة القدم للصالات، هاي الرياضة أستاذ عبد الله يعني لها انتشار ولكن خلينا نكون واضحين انتشارها محدود، يعني غير كرة القدم اللي موجودة على أرض الواقع والدوريات كدوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، يعني انتشارها محدود. تقييمك أنت لكرة الصالات اليوم على المستوى الإماراتي؟ والله يا طال عمرك أن كرة الصالات كرة مفروض تكون تنتشر على مستوى العالم ومستوى الإمارات، أن كرة يعني الصالات جهد وتعب. والحمد لله أنا بتكلم معك قبل الدخول على كرة الصالات، طبعا نادي الظفرة كان ما عندنا كرة الصالات. عقب تأسست أعضاء مجلس إدارة كان عندهم فريق وتكامل، والأخوان بنادي الوصل قالوا أو خلاص يعني انتهى عقدته معاهم، وخذيت الفريق كامل، مش أنا خذيته، من رئيس مجلس الإدارة وكانوا احنا أعضاء في مجلس الإدارة وافقنا أن كل الفريق موجود. وفريقها متميز جدا، عنده بطولات وعنده يعني انتاجات كثيره في الرياضه. اتفاجأت ان كره الصالات مش منتشره على مستوى الامارات. نعم. يعني الله يحفظها سيدي صاحب السمو محمد بن زايد الله يطول بعمره جيجيتسو. نعم. صارت في كل مدرسه انتشرت درجة ما تتصور. وفي كل نادي. وفي كل نادي، وفي كل صارت الرياضه الوحيده اللي كانوا كل الاباء اتعرف حتى الكبار السن. يعني تشوف الشخص لابس جيجيتسو يتذكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. ولكن لما نتكلم عن الصالات قليل اللي يدرك في كرة الصالات، كرة الصالات قاعد يمثل البلد، يمثل القارات. صحيح. يعني لازم نطالب الجهة المختصة.
اخواننا الموجودين ان يهتمون في كره الصالات. صحيح. ان هذه كره الصالات كلها عيالكم هم موجودين. وبعدين انتم يا اخواننا الموجودين في ابو ظبي الرياضي او مجلس الشارجه او مجلس الموجودين، هذه الجميع انتم تهتمون في الناشئين والاشبال. صحيح. ان هذه تعرف الايام الوقت اللي موجود الفراغ الموجود قاتل، يا عطله مدارس. عطله مدارس الطالب وين بيروح؟ هذه هي. لازم نروح لهني كمسؤولين او كمتخصصين في الرياضه نقول يا ابوي تعالوا، هذه نوادينا مفتوحه، تعالوا الباصات متوفره، يا اخي مو بشرط انه يطلع لك لاعب ولكن يطلع لك رياضي. اكيد. عنده ثقافه رياضيه. عنده ثقافه رياضيه، وبعدين انت الشخص اللي حصلت انه ياك النادي، والحمد لله رب العالمين، انا عندي فخر وافتخر بكل اعضاء مجلس الاداره السابقين وحاليا الموجودين ان موفرين جميع سبل الراحه للناشئين والاشبال. الحمد لله. وحق كبار السن. أكيد. كنا حتى في دوره رمضانيه نجمعهم كبار السن اللي حطمهم مشرفين. حتى هم مشرفين على الاولاد، لو يشوف الاب جاي الولد يفتخرني بيك النادي. ليش انا بديت في كبار السن؟ من الجد الى الاب الى الاخ ان يتواجدوا معي في النادي. أكيد. ان هذه هم يبون عيالهم ويشوف يدي جالس بيتابع الكوره، يتابع كره الصالات، يتابع جيجيسو، يتابع اي لعبه في الالعاب موجوده يعني حتى القدم. نعم. هني دور مجلس ابو ظبي الرياضي ودور اخواننا اعضاء مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره يهتم في هاي الاشخاص، هذه الاهم واهم شيء عندكم. اكيد. اهم شيء في الناشئين والاشبال، هذه هم مستقبل هذه البلد. فعلا. ودور كل المؤسسات والمنشآت الرياضيه الموجوده. صحيح. في كل مناطق دوله الامارات، يعني من تاسيس البذره من تاسيسه هني يطلع النجاح، لان انت قاعد تخرج اطفال او اجيال مثقفه. صحيح. اجيال رياضيه، اجيال يعني سالكه سلوك رياضي صحيح، وبعدتهم عن الفراق القاتل. اكيد. انت عارف ان الخاص يعني الحمد لله رب العالمين، نحمدك ونشكرك ان عايشين في هالبلد. يعني الحمد لله رب العالمين، النوادي مفتوحه، الصالات مفتوحه. نعم. هذا دور حتى الاب، يا اب انت باكر امانه في رقبتك هذه الاولاد، انا باكر لو طلعت ما طلعت اللاعب طلع رياضه، ان انت باكر تفتخر فيه وبيكون باكر ماسك لك في منصب، ان هذه البلد مهما قدمنا لها ومهما بنقدم ما بنوفي حقها. اكيد اكيد استاذ عبد الله. يعني انت مثال مشرف لدولة الإمارات، يحتذى بك والجدير ذكره أن أنت ما شاء الله مشارك في الكثير من الأعمال التطوعية والثقافية والاجتماعية والرياضية. سعدنا في لقائنا الثاني من برنامج أهل الدار عن حياتك المهنية، ولكن بنروح لفاصل قصير وراجعين لكم تريونا. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومكملين حوارنا مع الأستاذ عبد الله الحمادي. مساك الله بالخير من جديد. مرحبا أستاذ، إيش حالك؟ الله يسلمك. الله يحفظك ويبارك فيك. في هذا البارت من حلقة برنامج أهل الدار نحن نتكلم مع الضيف عن حياته مع العائلة. دخلنا شوية يعني على أبرز ملامح العائلة معك. أول شيء أرحب فيك في بيتي، وأنا لي الشرف أطلع على قناة الفجيرة. الله يحفظك، تشريف. وقناة كانت الأول اللي كانت تابعتني في البرازيل. أما عن العائلة، طبعاً إحنا عائلة أخوان 10. نعم. 2 أخوات. الحمد لله، يعني الوالد جزاه الله خير علمهم وتعلموا كل واحد مسلك حسب، من صار مدرس واللي صار ضابط واللي صار الحمد لله رب العالمين أسرة. عندي عيال، طبعاً أنا عندي 3 أولاد وعندي بنتين، والحرمة الثالثة عم تزوج جديد من 8 شهور. طبعا سالفه الزواج يمكن نتكلم فيها شو صار قبل زواجي بيوم وعقب زواجي، كنت في خدمه المجتمع. نعم. ولي شرف ان اكون انا متطوع في الهلال الاحمر الاماراتي، يعني هذا هو شرف لكل مواطن وكل مقيم. نعم. اما كعائله الحمد لله رب العالمين، طبعا حياه الوالد راعي بحر
وعندك يعني علمنا كيف البحر، تعرف تثبت البحر بحر شيء بسيط. نعم. أيام الغوص والناس كانت تعبانة على الله سبحانه وتعالى، عايشين بيوت وعايشين على الله أول البحر. طبعا أنا من طفولتي كنت حبي في الإعلام، كنت أتمنى أكون في الإعلام. نعم. ولكن كان الحمد لله كملنا دراسنا وتوظفنا واشتغلنا حسب اللي كان حياة الوالد رحمة الله عليه، اللي هو خلانا نكمل في مجال اللي كنت أشتغل فيه. وكنت بحبي الثاني ثاني شيء بتطوع. نعم. كنت أحب أتطوع في كل شيء. نعم. يعني كنت متطالب مدرسة، كنت في المدرسة كنت أتطوع، وبعدين الله سبحانه وتعالى أنا صرت متطوع في الهلال الأحمر. نعم. والهلال الأحمر إلى فضل بعد الله سبحانه وتعالى أعطاني أشياء وايدة. أكيد. تعلمنا وشفنا كيف نتعلم وكيف نتعامل مع الناس. نعم. وكان دوم كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ أحمد دام بن زايد اللي كان يقول ما في تفرقة بين جنس ومذهب ودين. أكيد. نتعامل كإنسان جدا. أكيد. والحمد لله رب العالمين كل سنة كان يكرموني. نعم. وبعدين بديت إني أهتم في الرياضة. نعم. تفاجأت من إخواني جزاهم الله خير في الإدارة نادي الظفرة، عينوني مدير نادي الظفرة فرع السلع. نعم. هني بديت مرحلة كيف أسس نادي السلع. نعم. بديت أول شيء بالناشئين والأشبال، وبديت بعد ثاني شيء بالكبار السن، كنت أعملهم دورة رمضانية. وبعدين حاولت اني اشارك اخواننا في السعوديه والمملكه العربيه السعوديه. جميل جدا. هذه كلها انجازات ما شاء الله استاذ عبد الله. بس خليني يعني بستذكرك في موقف، انه يعني ليله زفافك او خلينا نقول في يوم عرسك، انت وصلتني معلومات ان انت طلبوك في مهمه للقوات المسلحه حتى في يوم مش قوات المسلحه، الهلال الاحمر. الهلال الاحمر. نعم. اتصل فيني الأخ مدير الهلال الأحمر الأخ محمد جاسم المزروعي. نعم. قال لي نبيك تكون توزع لحوم بالسلامة سيدي صاحب السمو الشيخ زايد بن حمدان، الحمد لله اللي وصل بالسلامة. الحمد لله. طبعا ما تكلمت لهم عن الزواج يوم زواجي، قلت أنا لي الشرف أني أخدم في اليوم، أني كان جاي بشخص من المكان اللي كل الناس تتمناه. نعم. وأول شيء قبل لا أتكلم عن زواجي كنت نتكلم أن هذا الشخصي وين الشهداء راح والمواطنين الله يرحمهم ويسكنوا في جناته، يعني كل شرف يكون شهيد. نعم. قلت إن شاء الله. طبعا الأخوان أهلي وهاي كانوا يجهزون حق العرس مع الزواج الثاني. نعم. يجهزون وتدري عارف خيمة ومعاريس وعزايم وعالم، وأنا قلت ما في مشكلة. تكت ورحت وزعت في السلع، وزعت اللحم حق أهل المنطقة كامل. نعم. ثاني يوم طبعا الساعة خلاص بدأت الساعة 8، رحت الخيمة استقبلت الناس اللي جايين يهنوني بالزواج. والساعة 3 يمكن 4 جاني تليفون، قريت المسج انك تتحرك تروح جزيرة دلمة. نعم. كلمت الحرمة طبعا ليش زواجنا، قالت لي الشرف اني عبد الله احضر معاك وروح انا وانتم نوزع اللحم. هم حجزوا لي طيارة، دخلت على دلمة، وصلت على الساعة 9، من الساعة 9 للساعة 12 بالليل. طبعا ما شاء الله من الاخوان الوافدين والمواطنين. نعم. وزعني على كل شخص اللي الله سبحانه وتعالى اللي امر سيدي صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد وزع لهم. اكيد. كانت حتى الحرمه قالت لي عبد الله انت ما شاء الله عليك، يعني انا شغلك حلو كتطوع تخدم الناس، بسمه الناس اللي تشوف تعطيهم شيء. تفاجات ان اتصلوا فيني قناه الفجيره، عبد الله عبتني معلومات انك انت او قبل زواجك بيوم كنت في خدمه المجتمع، ثاني يوم في خدمه المجتمع. نعم. قلت لهم يا اخوي شوف انا ودي اطلع على قناتكم، انا لكم فضل بعد الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك. ولكن اني انا اخدم المجتمع هذا لاشراف كل مواطن وكل مقيم انه يخدم. أكيد. هذه البلد يعني. اكيد. الله يرحمه الشيخ زايد رحمه الله عليه، هو اللي اعطانا البذره اللي علمنا كيف نخدم المجتمع يعني. اكيد. احنا عندنا الحمد لله رب العالمين الله اعطانا نعمه ان الشيوخ. الله يحفظهم. المفروض ان طال عمرك نروح لنحمده ونشكره، وفي كل صلاه ندعي لهم الله يطول اعمارهم. امين امين ويحفظهم يا رب العالمين. هناك كثير من الملامح في يعني حياتك العائليه، خلينا نتكلم تعاملك انت مع اطفالك مع عيالك مع ابنائك او اسرتك بشكل خاص. يعني شو النهج اللي تاخذه انت او اللي تسلك دربه؟ انا الدوم عيالي هم كاصدقاء، يعني ما تعاملهم كاب وكولد. اني انا الحمد لله رب العالمين علمتني الحياه. انا اتعامل طبعا عيالي الحمد لله نحمدك ونشكرك، انا دوم معاهم في كل استشاراتهم، ودوم اقول لهم اغلطوا بس تقولي شو سويت.
يعني لازم تخبرني انا غلط، ولسه مش غلط اني يغلط، ولكن تحطني في الموقع تخبرني على اشياء اوقف معاك. اكيد. ودوم حتى البنت تعطيه حريته، تقفل عليه ولا تعطيه المفتاح. هذه لابناء مسؤوليه. اكيد. انك انت واحد يفتخر، انا افتخر عيالي باكر يمسكون مناصب في البلد ويكونوا لهم مسؤوليه، ويكون فضل بعد الله انا عليهم. نعم. والحمد لله رب العالمين تعاملي مع اولادي يعني احبهم. هل تغرس فيهم حب العمل التطوعي والانساني مثل ما اول شيء طال عمرك اغرس فيهم؟ اقول امكم الاول هي الامارات، امكم الثانيه هي امكم. نعم. اكيد ان كان اكثرهم كانوا معي، يعني انت تلاحظ في خدمه الحجاج شهر رمضان، في شهر رمضان كنا فطر حدود 400 شخص صايم يعني على هلال الاحمر في خدمه الحجاج، كانوا هم موجودين، هم والعائله والحرمه. نعم. والاولاد من طفولتي كانوا معي. نعم. من طفولتي عفوا كانوا معي في خدمه المجتمع وخدمه الحجاج. حتى كان في المهرجانات اللي حضرنا اي مهرجانات واللي حضرنا في اي خدمه مجتمع يكون اول ناس موجودين، والحمد لله رب العالمين بداوا يمشون حسب اللي انا يعني خططت لهم في المستقبل. جميل جدا. خلينا نروح ونسترجع معاك البارت الخاص في حياتك وحبك للتراث الاماراتي والموروث الشعبي. هل انت خضيت هذه الرسائل وزرعتها في عقول ابنائك؟ نجحت في توصيل الرساله اللي اسسها مؤسس الدوله الاماراتيه الشيخ زايد الله يرحمه؟ هل انت عملت جاهدا على يعني نقل الرساله من جيل لجيل، من ابوك ثم لك ثم لعيالك؟ تعال، كان في طفولتي نجلس مع كبار السن ويتكلمون عن البحر. تعرف الاول كان المجلس اللي قعدوا كبار السن، احنا كنا اطفال نسمعهم يتكلمون كله عن قصه البحر، عن القوس وعن طلوع الروح من البحر وعن الشغلات هذه. هني بديت اني ابدا ابحث واتحرى عن مواضيع يعني الماضي. نعم. وبناء على هالكلام هذا خليت عيالي يتعلمون. تاخذهم رحلات بحر؟ رحلات بحريه. نعم. يعني كنا نطلعهم على كان في مثلا رحله قوس مع الاخوان، كانوا يطلعون القوس نوديهم وهم يصورون معاهم وهذا، ولا طلعهم حداق وكانوا معاي، حتى كنا نعلم نوع السمك، مثلا هذا نوع السمك كذا وهذا السمك. نعم. كذا وهذا السمك كذا، بدوا يتعلمون. التراث البحري يعني له أهمية كبيرة يعني من بين أقسام التراث في دولة الإمارات، ولكن أنت شو الجانب اللي تركز فيه على غرس العادات والتقاليد، يعني خلينا نقول إذا صح التعبير تعليمهم السنع الإماراتي، العادات الحميدة، العادات الزينة اللي ورثناها من أبانا وأجدادنا، كيف تعلمهم؟ كيف تنصحهم؟ كيف تكلمهم؟ شوف يا أستاذي الفاضل، تعليم الأولاد اللي هو الشيء ولا حب الشيء بيتعلمه. نعم. وكنت دوم أعطيهم عن العادات والتقاليد الإماراتي، وهي نعمة أن الله يحفظهم شيوخنا بادين في الماضي، وأنت عارف أنه عندهم يوم التراث وعندهم يوم الشغلات هذا، كنت أوديهم. نعم. وأعلمهم شيء واحد، أحب البلد. صحيح. إلا حبيت البلد حبيت الشيوخنا الله يطول عمرهم، الله يحفظهم، أن كل شيء متوفر، جزاهم الله خير، ما قصروا بعيالنا من دراستهم لتعليمهم ليوصلوا المراحل الثانوية للجامعة مجانا الحمد لله. كم تسوى أنك أنت يوم تسافر أي دولة تقول لهم الإمارات يفرحوا يفتخروا فيك؟ أكيد. أنت يمكن الدولة الوحيدة الحمد لله راح طلع على جواز الأول على مستوى العالم أن تسافر. نعم. بدون تأشيرات ما شاء الله. هم دوم يسمعون ويقرون ويتابعون شيوخنا. فوق هذا هم كانوا يتناقشون معي، ابوي مثلا ليش قالوا مثلا جواز الامارات الاول؟ ان قد عندنا الشيخ عبد الله بن زايد الله يحفظه الله يبارك فيه، ان الرجال هذا يوميا من مكان لمكان علشان خدمه المواطنين وخدمه المجتمع والمقيمين. صحيح. وعندنا الله يحفظ الشيوخ ما يقعدوا مكان واحد. نعم. يعني على مدار الساعه يفكروا فينا. شو نبي من الشيء هذا طول عمره؟ نبي بس نقول يا رب انه يحفظ هذه البلد ويحفظ الشيوخ ويحفظ ام الامارات. امين. الله يطول عمرها. الله يحفظها. اللي الحمد لله رب العالمين اللي مهتم في اخواتنا. اكيد اكيد. الشيخه فاطمه بنت مبارك طبعا الله يطول عمرها، نوجه لها كل التحيه والاجلال والتقدير والاحترام على انجازاتها من خلال منصه برنامج اهل الدار. اكيد الانجازات للمراه الاماراتيه استاذ عبد الله مليئه فخر على ارض الواقع. فخر. لكن خلينا نتكلم بين مصاف الدول العالميه، انت انسان يعني سلكت الجانب العالمي والدولي
من خلال مسيرتك التطوعية، خلينا نقول عن الصعوبات اللي مريت فيها، على الأيام الصعيبة اللي عشتها وعاصرتها خارج أرض الوطن من خلال تأديتك لمهماتك ورسالتك. والله طال عمرك يوم تروح تعطي أسرة محتاجة، نعم، وتوفرها سبل الراحة وترفع عيدته، تقول الله يرحمك يا زايد ويطول عمرك يا خليفة، آمين، ويحفظنا الشيوخ الإمارات، آمين. زي هذه هي تسوى الدنيا ما فيها. صحيح. يوم تشوف لك كبير في السن وينتظرك أنت علشان تقدم للشيء وأولاده موجودين، هذا الموقف اللي يخليك أنت تحزن. أنا عايش بنعمة. يوم تشوف لك إخواننا الموجودين اللي ما نودنا نتكلم عن جميع الدول، واحنا متقدمين الحمد لله وفرص الهلال الأحمر في كل مكان موجود. نعم. أنا أتكلم كشخصية عن شخص كعبد الله الحبادي. نعم. كأهلال الأحمر مش صفتي أتكلم بس الهلال الأحمر، أتكلم كصفتي كعبد الله الحبادي. نعم. الهلال الأحمر يعني إيتهم سبحانه وتعالى عطنهم ناس على رأسهم، من رئيس مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة لأخواننا الموجودين في قسم التطوع في الآية، دورهم فعال جدا. أكيد. يحبون يخدمون. نوجه لهم كل التحية. تحية صراحة أكيد. يعني هذه أنا ما أقول إلا الله يحفظ هذه البلد. أكيد الله يحفظهم، آمين. طبعا نحن استأنسنا وياك أستاذ عبد الله الحمادي المؤرخ والباحث في التراث الإماراتي، وأيضا خليني بقول الرياضي، خليني بقول الإنسان المجتمعي بشكل عام. أنا سعدت في لقاءاتي طبعا معك في حلقة برنامج أهل الدار، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله متجددة بإنجازات مشرفة أيضا محليا ودوليا. شكرا جزيلا. أول شيء أشكرك أنت يا أخوي أستاذي، وأشكر الإخوان الموجودين المصورين والبخرج والناس اللي موجودين على جهودكم اللي يعني صراحة تعب اللي جيت المسافات، هذا واجب يا طويل العمر علشان اخذ معك تاخذوا معي اللقاء، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم ان شاء الله. وانت اخوي صراحه انا للشرف ان اجلس معك، هذا تشريف، هذا تشريف لي طويل العمر. شكرا استاذ عبد الله الحمادي، وان شاء الله اشوفك في ايام قريبه ان شاء الله. والحين انا هني في هالحلقه خلاص طريقي وخلاص مشواري. السلام عليكم. مشكور، جزاك الله خير. الشرف اني اتعرف عليكم ان شاء الله. نعم. الله يوفقك، الله يبارك فيك، وسلمني على اخواني في قناه الفجيره، يوصل يوصل يوصل. يلا باذنك. السلام عليكم. السلام عليكم. مثل ما تعرفنا على حياه الاستاذ عبد الله الحمادي المؤرخ والباحث في التراث الاماراتي، تعرفنا على سيرته الذاتيه وحياته المهنيه وايضا حياته العائليه. انتظروني مع ضيف جديد ومع سيره ذاتيه جديده، وفي امان الله.